خوتي مرحبا بكم في فيديو جديد. لقيتوني دابا وصل الادغال. بصراحه كما تعرفوا هذه المشاه هذه طاحت بزاف ديال الشتاء. الحمد لله على كل حال. يعني الدعوه ترقعش في هذه البلايصه هادو. كما تشوفوا راني وصل الخضوره دابا. جيش قلت انني نستغل هذه الفرصه هذه وناخذ لكم شي تصاور وشي لقطات اللي يكونوا مزيانين في هذه الاجواء هذه، حيت كاينه فعلا واحد الاجواء اللي واعره بزاف. المهم مور ما تشوفوا تصاور خليوا لي في كومونتير الاراء ديالكم. نتمنى ان شاء الله يعجبكم هذا الفيديو هذا ويخليكم كالمين، حيت غادي نحاول انني نخليكم تسمعوا شي الصوت ديال الطبيعه والصوت ديال الطيور اللي فرحاني صراحه مور هذا الشيء اللي طاحت. المهم تفرجوا في الفيديو حتى الاخر، وكما قلت لكم ما تنساوش اللايك وسبسكرايب ان شاء الله باش ديما يوصلكم الجديد. شوفوا هذا الطائر سبحان الله العظيم، راه كيسميوه طائر ابو حناء واقيلا، لا خفتش نكذب ديجا شفت هذه السميه هذه. المهم كما تشوفوا على السطر ديالو كاين داك اللون الاحمر سبحان الله العظيم، بحال درتي له واحد شويه د الحنه سبحان الله، وعنده واحد الصوت واعر. سمعوا ممكنين واحد جوج عواد قدامي هما اللي ما مخلينش اللقطه انها تبان كلير، داك الطائر هذاك ما باينش كلير فهمتوا. المهم الصوره ما واضحاش مزيان، الا تحركش غيطير. المهم راه شادو من واحد القنش، الا تحركش غيطير. داكشي باش شد لكم اللقطه بحال هكا، نتمنى هو يتحرك ويطلع لشي بوزيسيون اللي يكون باين. هو طار كاع وما باخدين على البوزيسيون الاول. الطائر هو اللي ما كيخليش الطبيعه بدون صوت، خصوصا في فصل الشتاء وملي تيكون الجو بارد، وعاد ديك الساعه كيطلق داك الصوت ديالو الرائع والمميز. غالبا ما كيبانش لاي واحد حيت اللون ديالو كيشبه الالوان اللي كتكون في الخريف، داك اللون البرتقالي. غالبا الطيور كتغرد في فصل الربيع باش تجذب الانثى، الا الطائر هذا طائر ابو حناء كيغرد فقط باش يمتعنا بداك الصوت ديالو ويتعلم الاصوات جداد. التربيه ديال هذا الطائر هذا محدوده في العالم، حيت كتتطلب واحد العديد من المقومات بسبب البنيه ديال هذا الطائر والطبيعه ديالو. هذا الطائر الا شديتيه صيدتيه مثلا وحطيتيه في القفص، فانت كتحكم على هذا الطائر هذا بالاعدام. بغيتكم تسمعوا دابا هذا الصوت اللي كنسمع. سمعوا واحد السطيله كيفاش كيشغلني الفوق. انا نحاول نقرب عليكم حيت كاينه فوق واحد الشجره فوق مني، وانا جلس هنايا عس على واحد الطيور وحدين اخرين، ولكن ما حيت اليوم جيت ما مكاموفليش صراحه. الطاقيه بالاحمر كتفرشني ديال بصح، يعني خصني نجي لابس شي حاجه بحال الربيع الكاموفلاج. ما نبستاش اليوم يعني ما غنقدرش نصور لكم شي لقطه اللي تكون باينه ديال الطيور. المهم غتقبلوا على داكشي اللي كاين. السطيله اللي كتغني هي فوق شطرت. شوفوا على الطريقه هنايا كي دايره. هذه خوتي كنسميوها حنا الحريقه في هذه البلاصه هذه، كيسميوه في بلايص اخرين القراصة. هذه الا قاستك في يديك راه شاش بدا تحرقك كدير ليك الحكة. تبارك الله شوفو قداش طوالت هنايا، و راه كيستعملو هادي تف الاعشاب
ممكن يداوي بها شي حاجه، ما عرفتش بالضبط شنو يداوي بها، ولكن كيستعملوها الناس، كيطيبوها ويستعملوا قليل داك الماء ديالها كتير. هنا تبارك الله. الحمد لله خوشي، هادو هما اللقطات اللي قدرت اني نشد لكم. كيما شتشوفوا الشاره جايه من هاد الجهه، يعني غطيح في اي وقت. المهم راني جايب المظلل، راني مع القناه في الظهر تحسبا لاي طريق اش قدرت تشدني الشانه، وما نلقاش باش غنغطي الكاميرا. المهم نحبس هاد اللقطه بعدا. الحمد لله هاد الخرجه هادي ما مشاتش لينا هباء منثورا. خدينا شي تصاور، خدينا شي فيديوهات اللي نتمنى يكونوا نالوا الاعجاب ديالكم. دابا غنخليكم مع التصاور اللي خديت في هاد الخرجه هادي. حتى هنا خوتي غيكون سالا الفيديو ديال هاد النهار هذا. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي مع شي بلان جديد. وقبل ما نسالي الفيديو نتمنى يكون عجبكم التصاور اللي خدينا اليوم واللقطات اللي خدينا اليوم، وان شاء الله علاش لا شي نهار اخر نمشيو لشي بلاصه اخرى، لعل وعسى ناخذ شي لقطات اخرين مع شي طيور وحدين اخرين. ان شاء الله ونشوفو الفيديو الجاي ان شاء الله.